مغرب صافا ديال الاجواء شويه خاصه سبيسيال. شوف بزاف ديال الناس خايفين من هذا الماتش، ولكن انا نقول لكم واحد الحاجه، هذا الماتش غنربحوه مينيموم ب3-0. عقل عليها عقل عليها، لان الدراري اللي معايا كلهم خايفين، ولكن راه مغرب هذا صاحبي، راه اسبوعه ورجاله. ها هلا 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 مغرب اسبوعه ورجاله. حلمت توضيت صليت وحلمت جوج ركعات. شو تخاف والله ما عندك مناش تخاف. صافا راه لا لا ان شاء الله. وشوف اسد ضد بافانا 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 ماشي حيوان، حنا راه الاسد لو غوا دو لا جانغل، كلشي عندهم سميه ديالها، هو لي ليفون هو القب. شنو هي بافانا بافانا؟ تلقى شي ناموسه ولا شي حاجه عندهم تما، والو هدر لها هكا. كتعيش واحد الاجواء زوينه مع المغاربه اللي جاو هنا لكوت ديفوار. صيفطتك مغربي ومقيم في كوت ديفوار منذ يمكن اكثر من 30 سنه، كيفاش كتعيش هذا؟ فرحان بزاف، لان اليوم المغرب غراس او ماروك لكوت ديفوار تكاليفيات، وليزيفواريان ورضاونا اكل بوان كانوا ايزيتي ريكونيسون. عجبهم الحال بزاف، وباقيين كيشكرونا لحد اليوم، كيقولوا لنا شكرا على اللي درتوه. هما البارح الماتش ديال ليزيفواريان ربحوه، وفي الزنقه ملي كنا حنا لابسين مايوات المغرب كيقولوا لنا راه غراس افو، عاوتاني اليوم لا كوت ديفوار فرحانه غراس افو. وهذا الشيء الحمد لله، حنا المغاربه اللي مقيمين هنايا سيتي امبورتون بور نو بلي ذاك الماتش ضد لا زومبي تربح، والحمد لله تربح، وهذا ديال اليوم عاوتاني غيتربح ان شاء الله ب3-0 عقل عليها. شاف بارفي تبارك الله عليك.